السلام عليكم. ذكر الله سبحانه وتعالى في صفة من صفات المنافقين في سورة آل عمران، صفات المنافقين تجاه المؤمنين، قال: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. يبين الله جل وعلا أنه إذا رزق الله أهل الإيمان فتحا وخيرا أو شيئا مما قسمه الله من المبشرات إلا كان ذلك الأمر يسوء المنافقين. قال: وإن تصبكم سيئة يفرح بها. إذا وقع لكم شيء من الشر ولا الضرر أو شيء من الأمور التي لا تسر المؤمن إلا فرحوا بها. هذه الصفة من صفات المنافقين وجدت طيفا منها في كثير من الناس في وسائل التواصل الاجتماعي إلا من رحم الله. شلون؟ إذا كانت هناك زلة لأي مؤمن، انظروا إلى هذا التعامل مع هذه الزلة، التشفي، الفرح بزلته وكأن هناك كنز حصلوا عليه. روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أنه جاء برجل قد شرب الخمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رجل من القوم: أخزاك الله، يعني أخزاك الله، يعني كتب الله عليك الذل والهوان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول هكذا، لا تعين الشيطان عليه. هذا بالجرم المشهود وأتوا به وهو يشرب الخمر، فقال: أخزاك الله، قال: لا تقول هكذا، لا تعين الشيطان عليه. هذا هو التعامل الذي ينبغي عليه أن يكون أهل الإيمان. فما من زلة تظهر لأحد من أهل الإيمان وإلا ونتعامل معه وفق التعامل الشرعي الذي أمره الله سبحانه وتعالى: عدم الشماتة والستر والنصح والتقويم وقبول توبته و عدم معايرته بما وقع فيه من الزلل. هذا دين الله جل وعلا في التعامل، لا تعين الشيطان عليه. مشكلة حقيقية أن تكون وسائل التواصل الاجتماعي مفرخة ومجمعة لملايين السيئات التي تصب في ميزان من يتصف بصفات المنافقين من الفرح بزلات إخوانه المسلمين، والله الهادي إلى سواء السبيل.